عليكم، مرحبا بكم في قناه عالم أميارة. اليوم غدا نحضروا الطورطه ديال التفاح، كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. على بركه الله عندنا جوج بيضات، عندنا 100 غرام ديال السنيده، عندنا 135 غرام ديال الفورس، عندنا 100 غرام ديال الزبده، عندنا خميره ساشيه وحده، عندنا عصير الحامض، عندنا شويه الملح، عندنا شويه القرفه، عندنا الحامض محكوك. عندنا هذه بالنسبه للعجينه ديال الكيك. بالنسبه للخليط ديال التفاح غادي نحتاجوا ليه تفاح مقطع مربعات، وعندنا جوج معالق كبار ديال الطحين، وجوج معالق كبار ديال السنيده، وعندنا تفاح شرائح. على بركه الله نجيب واحد طاوة، ناخدو جوج بيضات، السنيدة، ناخدو الزبدة، شي كلشي باتور، هنا شوية الملح، هنا شوية القرفة. دابا غدا نضيفو الحامض محكوك، كنخلطو الباطو كلشي، غدا نضيف واحد نص كاس ديال الزيت، نسيت ما قلتو ليكم. دابا أنا غدا نضيفو وغدا نخلطو مزيان، خليط ديال الكيك هو خلطناه، دابا غادي نحطوه على الجانب ونحضروا. نجيب واحد نحضروا التفاح، غادي نديروا التفاح المكعبات نقطعناه، ندير واحد غير معلقه ديال الحامض، ديروا جوج معالق كبار سنيده، ونديروا شويه قرفه، نديرو جوج معالق ديال الدقيق، صافي ونخلطو. اللي عندو ولا بغيتو تضيفو الزبيب ضيفوه، حتى هو كيجي زوين. نخلطو مزيان، صافي نجيبوه اللي درنا في الاول ديال الكيك، نخلطو كلشي، هيا الخليط درتو في المول، هو الخليط كيجي عاقد شويه. دابا غادا نستفو هاد الشرائح ديال التفاح الشكل هذا، بقاو متبعين تكملوا الخليط. هذا هو الشكل بعد ما زوقناها بشرائح التفاح. دابا غادا نشوفو واحد السكر، نديرو لها فوق منها القرفة، صافي ندخلوها الفران حتى طيب على درجة الحرارة 180 والدقيقة 30 دقيقة. هذا هو الشكل النهائي ديال التورطة ديالنا، كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.